السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج تحت الضوء، وفيها نفتح ملف مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والتي يدور حولها الكثير من التساؤلات حول أهميتها والآلية المتبعة لتنفيذها والأضرار التي قد تنجم عنها. باسمكم جميعا نرحب بضيوف هذه الحلقة، المهندس خالد بن حسن اللواتي مدير أول المشاريع بشركة حياة للمياه، والمهندس خليفة بن عبيد الهنائي رئيس قسم التشغيل والصيانة بدائرة الصرف الصحي بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما سينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية المساعد بوزارة البيئة والشؤون المناخية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية نتابع هذا التقرير ثم نعود للحوار مع ضيوفنا. الصرف الصحي من العمليات اللازمة لضمان توفر البيئة الصالحة في كل المجتمعات، على أن يتم ذلك بطريقة هندسية مناسبة وفقا للأسس العلمية المقررة. وقد حظيت محافظة مسقط باهتمام كبير من قبل الحكومة في سبيل إيجاد شبكة صرف صحي على مستويات كبيرة، إلا أن هناك بعض الإشكاليات التي تركتها الجهة المنفذة. نذكر منها كتل إسمنتية ضخمة عبارة عن منهولات تتوسط شوارع بعض الأحياء السكنية مثل المعبيلة الجنوبية، أدت إلى وقوع حوادث وأضرار مادية لسيارات المواطنين، ناهيك عن خطورة وجودها. تعطلت عليه سيارة هنا البنفر والإطار في هذه الكتل الإسمنتية، تقريبا 4 أو 5 حوادث اللي شفتها بعيني يعني. واجدين يتضررون، انا من المتضررين قبل يومين صار لي هذا الموقف في الحاجز هذاك الاخير كان. اتمنى يعني يشوفوا هذه الاشكاليه وبطريقه ثانيه يعني يحلوها. سكان تلك الاحياء السكنيه بادروا بمراجعه الجهات المنفذه للمشروع لضروره ايجاد حل لهذه المشكله. لما رحنا نراجع البلديه قالوا هذا الموضوع عند الشركه. نروح الشركه يقول الموضوع عند البلديه. فما نعرف احنا وين الجهة اللي هي المسؤولة عن هذا الموضوع. الحين صارت مشكلة لأن هذه الارتفاعات تسبب خطورة كثيرة في السيارات، تحصل ممكن تسبب حوادث، لأن مسار واحد ممكن يكون مسكر في بعض الأماكن، مسار واحد يكون مسكر، مسار واحد تمشي السيارات الرايحة واللي راجعة، فتسبب حوادث كثيرة في هذه المنطقة كمرة يعني في المنطقة الثانية ممكن يكون. يعني سوء تفهم بين البلدية وبين الشركة المنفذة لهذا المشروع. أما الشوارع في الأحياء السكنية لا زالت بهذا الحال بعد عمليات الإعادة الخاطئة. من المسؤول عن وضع التصاميم والقياسات لشبكة الصرف الصحي؟ وهل ستقبل الجهات المشرفة على المشروع أعمالا نفذت بهذه الطريقة؟ وهل سيستمر ظهور هذه الكتل الإسمنتية بشوارع الأحياء السكنية في مختلف أنحاء السلطنة مع توسع الشبكة مستقبلا؟ المحافظات الأخرى في السلطنة التي لا زالت تعمل بها الناقلات على تفريغ محتوياتها في محطات الصرف الصحي، فبحسب إفادة بعض المواطنين أن هناك طاقة استيعابية محدودة جدا لهذه المحطات لا تستوعب جميع الناقلات التي تأتي إليها، مما يتسبب في قيام البعض بتفريغ ناقلاتهم في البيئة المحيطة، وهو ما يشكل عبئا وتلوثا للبيئة. السير هذه اللي يجيب من بعد 6 يبطل الماي ويكبوا طول الشارع لحد ما يوصل المردم، بعدين يرجع مرة ثانية في سيارات ثانية يكب المشوهات. والمحطة هذا الصرف الصحي يكون يعني ما يستحمل القدر اللي الماي بيطلع المردم، والسيارة هذه الزايدة اللي يجين من هنا يجيبن الماي من الموالح من الخوض من السيب من الرسيل الصناعية. ألم يؤخذ في الحسبان عند إقامة محطات الصرف الصحي التزايد السكاني؟ إلى متى ستبقى العمالات الوافدة تفرغ محتويات الناقلات في البيئة بطرق غير مشروعة؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، مهندس خالد وأيضا مهندس خليفة،
طبعا وجودكم معنا في الاستوديو محل اهتمام من قبل القائمين على البرامج الإخبارية. في البداية، البداية معك مهندس خالد، كما نعلم أن شبكة مياه الصرف الصحي قد ضخت فيها مبالغ هائلة. طبعا إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي خطوة قامت بها الحكومة، وأيضا في نفس الوقت تحافظ على البناء الأساسية، مثل ما شاهدنا في التقرير أن هناك كتل إسمنتية ظهرت في طرق محافظة مسقط. أيضا لا نعلم من المتسبب فيها، كيف ظهرت هذه الكتل الإسمنتية. نود أيضا منكم كذا توضيح فيما يتعلق بهذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذا اللقاء واستضافتنا في هذا البرنامج لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بمشاريع حياة للمياه. هذه الجوانب طبعا ربما لا يعلمها الكثير من الناس، وبالتالي سوف أتطرق إلى بعض هذه الجوانب. حقيقة الشركة بدأت مشاريع الصرف الصحي قبل 10 سنوات تقريبا، بداية بمشروع شبكات معالجة شبكات الصرف الصحي في منطقة الغبرة والعذيبة، وإن صح التعبير إلى الآن نحن أيضا نواجه الكثير من التحديات أثناء إنشاء هذه الشبكات ومحطات معالجة المياه، محطات الضخ، محطات الرفع، وأيضا شبكات المياه المعالجة. طبعا هذا التقرير الذي رأيناه هذا لا يرضينا، كما لا يرضيكم أنتم ولا المشاهدين الكرام طبعا. وهناك أسباب طبعا لهذه الكتل الإسمنتية التي رأيتموها. نحن في حياة للمياه قبل ما نأتي الإذن للمقاول ببدء الحفر، طبعا المقاول يذهب إلى الجهات المعنية لأخذ تصاريح الحفر، وفي نفس الوقت المقاول على حسب العقد إذا قام بحفر الشارع بقطع الشارع يقوم بإعادته كما هو. بعض المناطق أيوة عملنا تحسينات في بعض الشوارع زين، لكن إذا عملنا تحسينات في كل الشوارع فهذه طبعا يكون فيها زيادة في أوامر تغييرية تعطى للمقاول. الآن المقاول يذهب ويأخذ تصاريح من الجهات المعنية، من ضمن التصاريح المقاول يأخذ المستوى الموجود للشارع زين، وفي بعض في كثير من المناطق خاصة في مناطق المعبيلة والمناطق الجديدة هذه لا توجد فيها شوارع، أو عندما لما بدأنا الحفر لم تكن توجد فيها شوارع، وأخذنا المناسيب النهائية للشوارع من الجهات المختصة. عندما جاءت الجهات طبعا احنا عملنا نفذنا الشبكة. مهندس خالد، أفهم من كلامك أن الخطأ هذا الذي هل يعتبر هذا خطأ في البداية؟ احنا منسقين مع الجهات المختصة، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف نقوم بإصلاح بالتنسيق مع الجهات المختصة، نقوم بإصلاح كل هذه الأضرار إن شاء الله. مثل ما لاحظت عندي أنه هناك مناهيل رئيسية، يعني المنهول المربع الذي يتوسط الشارع وكأنه مثلث، هذا منهول رئيسي صحيح. إذا نحن بنعمل عملية إعادة معناته أنه الأنابيب الموجودة على طول الشارع الموجودة هناك تقطع كاملة بأكملها، لأنك عملية الموازنة ليست سهلة أنك تنقل عملية نقل المنهول هذا، وبالتالي هذا يكلف مبالغ أخرى طائلة لمن على كه. هل ستتحمل الحكومة الآن عملية وضع هذا المنهول بهذه الطريقة ثم بعد ذلك إعادته مرة أخرى؟ أكيد سيكلف مرة أخرى مبالغ في هذا نحن الجانب. نحن سوف لم نقوم بنقل المنهول أو هذه غرفة التفتيش، يعني في تقرير مناهل الصرف الصحي، وأيضا هذه الغرفة المربعة هذه للمياه المعالجة. نحن ولكن هذه الغرفة وسط الشارع مباشرة سنقوم بإنزالها لأن هذه مصنوعة من الخرسانة، سوف نقوم بإنزالها. بالنسبة للشوارع الحفر اللي رأيناها، عندنا جدول زمني من كل المقاولين الخمسة العاملين في ولاية السيب. عندنا جدول زمني لأنه في المشاريع عندنا بعد قطع الشارع وبعد طبعا إنشاء الشبكة يقوم المقاول بردم هذه الحفر. طيب الخنادق. مهندس خالد، بالنسبة أنتم قبل ما تبدوا في عملية وضع الأنابيب، أكيد جلستوا مع المعنيين في جانب الطرق صحيح. هناك مقاسات معينة، هناك مواصفات معينة، سواء كانت للطريق أو كانت لهذه المناهيل أو لهذه الكتل الإسمنتية. أنا ما أعرف عملية التنسيق كيف تمت بحيث أنه ظهرت هذه المناهيل فجأة كذا أمام منازل المواطنين في وسط الشوارع، وبالتالي تسببت في كثير من الخسائر المادية للمواطن. الآن السؤال يبقى، أين التنسيق كان موجود؟ لماذا لم يكن هذا التنسيق موجود من البداية؟ هناك أيضا إلى الآن شوارع لم ترصف سواء كانت في المعبيلة أو في أي مناطق أخرى من السلطنة،
ايضا ما هي الخطه القادمه لكم؟ هل ستظهر مره اخرى هذه الكتل الاسمنتيه في شوارع اخرى وبعد ذلك يتم مره ثانيه ازالتها بنفس الطريقه؟ وجود المناهل ضروري جدا في تصاميم شبكات الصرف الصحي. تصاميم شبكات الصرف الصحي معقده جدا لان الخطوط غير مضبوطه، الخطوط المياه تنساب، مياه الصرف الصحي تنساب بميلان الجاذبيه الارضيه، هي ليست مثل خطوط مياه الشرب اللي تعمل بالمضخات. خطوط مياه الصرف الصحي لا تعمل بالمضخات، وبالتالي عند كل انحناء لازم يكون في هناك مانهول او غرفه تفتيش. فوجود المناهل ما اعتقد فيها مشكله، ولكن الطريقه التي وضعت بها المناهل في وسط الشارع وهي خارج الشارع، طبعا هذه طريقه خاطئه. ثم طيب التنسيق، اود اعرف الخطا الذي حصل هذا من تسبب فيه؟ هل تسببت في شركه حياه أم تسببت في الجهة المسؤولة عن الطرق؟ والله هو كان في تنسيق، كان في تنسيق بين الجهة التي عملت بإنشاء الطرق وكان في تنسيق بين حياة للمياه. هذا اللي رأيتموه هذا حصل في بعض المناطق. يعني لو نتكلم احنا عن مشروع ولاية السيب، مشروع ولاية السيب يعني يشمل كل ولاية السيب تقريبا. وقيمته فوق 400 مليون ريال. اللي حاصل هذا فقط في بعض الشوارع. يعني انتم الحين ركزتوا في التقرير على بعض الشوارع اللي فيها الاخطاء، لكن هناك في بعض الشوارع، معظم الشوارع الموجوده هناك في ولايه السيب وفي ولايه بوشهر والولايات الاخرى الحمد لله التنسيق ممتاز. ولو تروح تشوف المناهل والغرف التفتيش في بعض الشوارع اللي حدث فيها، يعني سواء كمواطنين او كجهه اعلاميه او كمتابعين نقدر ونثمن الجهود الموجوده سواء من قبل شركه حياه او من قبل اي جهه معنيه اخرى داخله في الموضوع، ولكن احيانا عندما نتحدث عن عمل معين وعمل دقيق كهذا نود جوده العمل تكون اكثر من اللازم، يعني جوده العمل مثل ما نطمح اليها كلنا سواء كنا كمواطنين او كنا كجهات حكوميه. ولكن خلينا فقط انتقل للمهندس خليفه واعود معك للحديث عن 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 هذا الموضوع. مهندس خليفه، انتم ربما نتحدث عن دور البلديات الاقليميه وموارد المياه في المحافظات بغض النظر عن محافظه مسقط، لانه شركه حياه هي المسؤوله عن محافظه مسقط. في المحافظات مثل ما تابعنا في التقرير هناك اشكاليه معينه وهي انه طاقات الاستيعابيه لمحطات الصرف الصحي محدوده، هل تتفق معي في هذا؟ أول شيء نشكركم على الاستضافة على أساس توضيح بعض النقاط. طبعا التقرير وضح أنه تجاوزات بعض السائقين للتفريغ خارج مواقع محطات الصرف الصحي. الحقيقة نحن من خلال يعني متابعتنا لمثل هذه يعني الحالات يتبين لنا وجد عدة أسباب. ما أولها هو انعدام التوعية لدى السائقين وأصحاب النشاطات أنهم هم أهمية التفريغ في مواقع محطات الصرف الصحي. يعني خلينا نتكلم بشكل بسيط، يعني أحيانا يقول لك السائق أنا ليش أمشي 4 كيلو سيارتي كسر سيارتي الطريق غير معبد. أول ما يشوف له يعني تفريعة في الطريق مباشرة يعمل بتفريغ حتى لو كانت المحطة يعني قادرة على الاستيعاب. يعني هذا واحدة من الأسباب المهمة الحقيقة. الطاقات الاستيعابية ممكن، هذه ممكن محدودة لا مش كلها محدودة، مش كلها محدودة، يمكن في بعض المحطات نعم، يعني نتيجة للزيادة التطور العمراني اللي تشهده معظم الولايات. بعض المحطات يمكن ذات طاقات استيعابية قليلة، ولكن الوزارة تعمل جاهدة في كل الأحوال على توسع في الطاقات الاستيعابية في بعض المحطات. طيب مهندس خليفة، لما يقوم هؤلاء سواء كانوا وافدين أو غير ذلك نعم. بتفريق هذه المحتويات في الأراضي نعم. من المسؤول عن متابعتهم؟ ما هي هنا طبعا المشكلة وما فيها أن عملية المتابعة صعبة، يعني نحن ما نقدر أن نمشي وراء كل تنكر موظف من موظفي البلدية على أساس أن نرصد هذه التجاوزات، لكن اللي يصير أنه هو العملية عملية مشاركة ما بين المقيمين والمواطنين وأيضا مع الموظفين. ما وردتكم بلاغات؟ لا في بلاغات يعني. نحن بنفسنا أحيانا لما نعمل عملية زيارات ميدانية لمواقع محطات الصرف الصحي نلاحظ بعض التجاوزات، فنحن نتمنى يعني أنه في حالة رصد أي تجاوزات من قبل سائقي التناكر او من قبل سائقي سيارات نقل المياه يتم مخاطبه البلديه مباشره. ممكن المواطن ياخذ رقم التنكر
او رقم السياره ويبلغ البلديه المعنيه انه في سياره بالرقم الفلاني تعمل على التفريغ خارج. ما في حد سبق انه جاب لكم رقم سياره معينه تعمل في هي ترى هذه مسؤوليه البلديات الاقليميه واكيد هم يعانوا من هذه المشكله يعانوا منها كثير. طيب خلينا نشوف الأستاذ أحمد موجود معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد إذا كنت تسمعني، طبعا وزارة البيئة والشؤون المناخية ربما تحدثت عن وجود أضرار بيئية ناتجة فيما يتعلق بالصرف الصحي، نود منك أن توضح لنا ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الأخ يعقوب والأخوة الحضور في الاستوديو. تفضل. نعم أخي يعقوب، بالنسبة للموضوع الرئيسي اللي تكلمت عنه اللي هو الصرف الصحي، مثل ما أسلفت بأن فعلا مشكلة الصرف الصحي تعد هاجس خلال السنوات الماضية للسلطنة، وفي دراسات سابقة عدتها الوزارة حقا في منتصف التسعينات، نعم، بأن أهم مصدر للتلوث في السلطنة يعتبر الصرف الصحي، وهذه الدراسة وضحتها الخطة الرئيسية لحماية المياه الجوفية من التلوث. فعلا الصرف الصحي كان ولا زال يعد المصدر الرئيسي للتلوث، ولذلك وجدت بعض التشريعات الكفيلة بحماية المياه الجوفية من هذا الجانب. ففي عام 1993 أصدرت الوزارة قرار وزاري يعنى بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها، وفي عام 1998 أيضا نظمت الوزارة لائحة خاصة تعنى بمواصفات خزانات الصرف الصحي وبما فيها خزانات الاحتجاز وحفر الامتصاص، وذلك للتقليل قدر الإمكان من الملوثات الصرف الصحي على المياه الجوفية. نعم. إلا أنه ليواكب يعني هذا الإجراء لابد من وجود محطات معالجة. فباشرت الجهات المعنية في سنوات ماضية اللي عن طريق وزارة البلديات الإقليمية بإقامة عدد من محطات الصرف الصحي في عدد من المدن تسمى أمهات المدن. طيب. والمراكز المدن في بعض. مهندس المحطات. أحمد، أبرز الملاحظات اللي وردت من قبلكم للجهات المعنية فيما يتعلق بالصرف الصحي. نعم. أخي يعقوب، مثل ما وضح التقرير بأن هناك تصريف مخالف لبعض الخزانات الصرف الصحي، وهذا التصريف حقيقة اللي هو لا يرضينا كوزارة بيئة. بالضبط. إلا أنه يعني نقدر وضع المعالجة بالنسبة لمحطات الصرف الصحي اللي تتبع في بعض المناطق أو في بعض المحافظات. فعلا الطاقة الاستيعابية قد لا تفي باحتياجات المنطقة من كمية الصرف الصحي اللي تتصرف فيها المحطات هذه. وأوجدت حقيقة الجهات المعنية في بعض الحالات برك قريبة من هذه المحطات الاستقبال الفائض، وقد يكون المهندس خليفة يصحح لي في هذا الجانب. في بعض المحطات وجد البرك هذه برك ذات مواصفات جيدة غير نافذة، وبالتالي هذا يرضينا من جانب كوزارة بيئة، إلا أنه في أغلب المحطات توجد برك تصريف للفائض من القدرة الاستيعابية لهذه المحطات على في جنب المحطة في مواقع غير مهيئة لهذا الجانب. وفي تنسيق مستمر حق مع الجهة المعنية مع تقديرنا للجهود اللي تقوم بها كوزارة بلديات في هذا الجانب، واطلاعنا بأنها مشاريع ليست المشاريع البسيطة بالضبط اللي يتم تغطيتها بالضبط، إلا أن الجهود مستمرة مع الجهات المعنية، وهذا وجهود مقدرة حقا من جانب. بالضبط. طيب مهندس أحمد، خلينا أتحول مهندس خليفة. نعم. مثل ما أوضح المهندس أحمد، يعني محطات الصرف الصحي بحد ذاتها ينتج منها فائض ملوث للبيئة، وذكرها المهندس أحمد، ما أعرف يعني لماذا وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى الآن لم تستطع التغلب على هذه المشكلة؟ هو الحقيقة مثل ما ذكر المهندس أحمد، وزارة البلديات تبذل جهود كبيرة في عملية معالجة مياه الصرف الصحي، إدراكا منها بأهمية يعني بخطورة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة للبيئة المحيطة، واستكمال النهج اللي تتبعه في الحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة من التلوث. تبذل جهود كبيرة بحسب الإمكانيات المتاحة. أنا مثل ما تعرف أن وزارة البلديات الإقليمية هي وزارة خدمية يقع تحت إشرافها رقعة كبيرة من السلطنة،
يعني 44 ولاية في كل المحافظات، وعليها أن هي توفر خدمات كثيرة بشكل كبير يعني. ومشاريع الصرف الصحي مثل ما تفضل المهندس أحمد ما هي بالمشاريع السهلة أو المشاريع البسيطة، هي مشاريع يعني بنية تحتية تعتبر. بالضبط. نعم. ولكن مهندس خليفة أنت تتفق معي أنه وجود هذه التسريبات، وجود هذه المشاكل هي تحديات في ذاتها، ولكن عملية إيجاد حلول سريعة لها بات من أهم الأمور. لماذا؟ لأنها تشكل عبء على البيئة. إذا كنا نحن نتحدث عن السلطنة وأنها نظيفة وأن السلطنة مياهها الجوفية في حماية تامة، إذن نحن نعكس كلامنا الآن عندما نقول أن محطة للصرف الصحي ويتسرب منها فائض إلى خارج البيئة. إذن أنا أعذر هنا في هذا الوقت من يقوم بفتح ناقلاتهم على البيئة، لأن صارت الآن هي مسألة متقاربة في هذا الوقت. لا، هو هي المشكلة وما فيها، المشكلة وما فيها إن مثل ما خبرتك هو انعدام التوعية لدى السائقين. يعني ممكن السائق يقول لك أنا ليش أنتظر مثلا نص ساعة لحد ما تخلص، لحد ما نعمل تفريغ للخزان هذا. ما عندي إمكانية إن أنا. ولكن مهندس خليفة، يعني ألا تتفق معي أنه نحن نشهد كثافة سكانية عالية؟ كل محافظات السلطنة تشهد ازدياد في الكثافة السكانية. طبعاً. ألم نضع في الحسبان عند إنشاء هذه المحطات أن هناك كثافة سكانية، أنه العائد من مياه الصرف الصحي والقادم سواء من المنازل، من المصانع، من الشركات، من أي جهة أخرى، يعني سيشكل عبء في يوم من الأيام على هذه المحطات الصرف الصحي. لماذا أقيمت هذه المحطات بطاقة استيعابية محدودة؟ لماذا هذه المحطة لا تستوعب فقط الناقلات القادمة لها من الولاية؟ يعني هذه كلها أسئلة بحاجة إلى تفسير. هي عموما مشاريع الصرف الصحي اللي تقوم بها وزارة البلديات تقوم بها على أساس خطط خمسية مدروسة، على أساس أنه يعني تغطية معظم الولايات السلطنة مثل ما خبرتك، معظم ولايات السلطنة على حسب الاحتياجات. التطور العمراني اللي تشهده مختلف ولايات السلطنة شكل عبء أيضا على بعض المحطات وشكل عبء على الوزارة، ولكن الوزارة أيضا تعمل جاهلة بإنشاء مشاريع. يعني بدأ من الخطة الخمسية السابقة، بدأت الوزارة بإنشاء مشاريع متكاملة. مشاريع متكاملة بمعنى محطات صرف الصحي مربوطة أيضا بشبكات للصرف الصحي. يعني يبلغ الآن عندنا نحن تقريبا 26 محطة معالجة مربوطة بشبكات للصرف الصحي من واقع 67 محطة. طيب. وهذه جهود تشكر عليها. طيب. يعني أنا برجع مهندس خليفة وأتكلم عن هذا الموضوع، ربما أيضا راح نعرض مقتطع فيديو أرسله، قام بإرساله أحد المواطنين إلينا عبر الهاتف، يوضح هذه المشكلة اللي موجودة فعلا واللي يقوم بها سائق الناقلات. ولكن قبل ذلك مهندس خالد أيضا ربما تساؤل، نحن تحدثنا عن هذه الكتل الإسمنتية، أنت أيضا وعدتنا أن هذه الكتل الإسمنتية سيتم إزالتها من شوارع ولاية السيب إذا كانت موجودة في ولاية السيب أو أي ولاية من ولايات محافظات السلطنة. طبعا نتحدث عن محافظة مسقط الآن. أيضا إعادة الشوارع إلى ما كانت عليه. هناك كثير من المواطنين يخرجوا للشركة ويرى أن الشارع فعلا تمت إعادته، ولكن هل تمت إعادة هذا الطريق وفق المواصفات المعمول فيها؟ هل تمت إعادته مثل ما كان سابقا؟ يعني نلاحظ عمليات الإعادة كلها أو أغلبها، نحن نقول كلها، هناك عمليات إعادة فعلا طبق المواصفات، ولكن في ذات الوقت كثير من عمليات الإعادة غير مناسبة، وهذه تعتبر إعادة نهائية طبعا للشركة. لا نقول أن الشركة راح تقدم مرة أخرى لعملية الإعادة للإسفلت الموجود على الطريق. نعم، هناك نوعين من الإعادة. بعد الانتهاء من العمل يقوم المقاول بإعادة مؤقتة، يقوم بإعادة مؤقتة للخندق المحفور. طيب، الإعادة المؤقتة أقف معك عند الإعادة، هل هي بالأنترلوك ممكن تكون ولا بالأسفلت؟ لا، لازم بالأسفلت. طيب، نحن شاهدنا في التقرير قبل شوي أنه في أنترلوك محطوط على الطريق. صحيح. قطع للشارع بعدين حطوا عليه الأنترلوك. صحيح. لأن هذا خاطئة. أيوة، لكن أنا لا أعلم أنه هذا راجع لمقاول حياة للمياه ولا لمقاول جهة أخرى. لا، هذه في محافظة مسقط. في محافظة مسقط في مشاريع غير مشاريع من يشرف عليها؟ لحياة مشاريع الصرف الصحي نحن ما تم تصويره في الفيديو هو لحياة. نحن نشرف على مشاريع الصرف الصحي وعندنا استشاريين يشرفون على هذه المشاريع. هناك إعادة مؤقتة وتكون بالأسفلت، لا تكون بالإنترلوك ولا تكون بالخرسانة. طبعا أود أن أوضح نقطة هنا، أنه مشاريع السيب طبعا هي مشاريع قديمة أسندت قبل 5 سنوات أو 4 سنوات. قامت بلدية مسقط بعد ذلك بتغيير المواصفات لإعادة الشوارع. المواصفات الموجودة الآن حالياً في هذه المشاريع القديمة هي المشاريع القديمة، نعم، هي العقود القديمة، هي مواصفات قديمة لبلدية مسقط. الموافقات اللي إحنا حصلنا عليها هي إعادة
الجزء المحفور فقط. بعد ذلك قامت بلدية مسقط بتحديث هذه المواصفات، وقالوا لنا أنه الجزء المحفور من الخندق لا يكفي، ولكن عليكم أن ترصفوا الشارع كامل. طبعا الشارع كامل، نص الشارع كامل يعني لازم ترصفوه. قمنا بعد ذلك بإعطاء أوامر تغييرية لكثير من المقاولين، وكلفت حياة المياه مبالغ فعلاً ضخمة. هناك والآن بالضبط. نحن ملتزمين بالمواصفات الجديدة. إذا مهندس خالد، هناك مواصفات، ولكن إلى الآن في ولاية السيب، يعني الفيديو لو أذكر لك إياه اللي تم التصوير في ولاية السيب. إذا هذا مشروع قديم، ولكن ما زالت هناك طرق لم تعد، ممكن تكون طرق قريبة وجاءت في وقت حديث وتمت إعادتها بشكل منظم وبشكل مرتب. هناك أيضا حفرات قديمة، نعم، ولكن ما زالت عملية الإعادة فيها غير مناسبة. ما أعرف متابعتكم أنتم لهذا الموضوع؟ إحنا نتابع يوميا مع المقاولين. طبعا إعطاء الأوامر التغييرية أدى إلى وقف العمل لفترة مؤقتة. الأوامر التغييرية مثل ما ذكرت أنها مبالغ ضخمة، فهذا أدى إلى وقف العمل لفترة مؤقتة فقط. والآن بعد الحصول على الموافقات لبعض هذه المشاريع، المقاول في كثير من الأماكن هذه بدأ العمل في الإعادة الدائمة. والإعادة الدائمة هو الشارع كامل، مش الجزء المحفور من الخندق يعني. فالآن طبعا إحنا أنجزنا العشرات من الكيلومترات، وباقي القليل إن شاء الله يعني. طيب. ونحن يوميا نتابع مع المقاولين. طيب. مهندس خليفة، قبل ما أبدأ في الحديث معك، هناك أحد المواطنين قام بتصوير البرك الموجودة، وهذا التصوير حديث ربما أرسله لنا عن طريق الهاتف النقال. وطبعا المواطن هو في النهاية عين تهتدي بها وسائل الإعلام طبعا في مثل هذه المواضيع. ربما نتابع الآن على الشاشة مقطع من الفيديو الذي قام بإرساله أحد المواطنين. إذا نتابع. أهلا بكم من جديد. إذن مهندس خليفة، شاهدنا هذا المقطع قام بإرساله لنا أحد المواطنين. يعني إذا كان صح التعبير فهذه كارثة للمياه الجوفية، كارثة للبيئة، كارثة أيضا لحياة الإنسان الموجود في أو القريب من تفريغ الناقلات، إذا كانت هذه المياه الراكدة تتسبب في وجود حشرات وأمراض وما إلى ذلك. هذه اللي في التقرير بالصورة كانت مياه أو أودية، أتوقع أنها مياه أمطار يعني. الصرف الصحي متراكمة يعني، ربما هي بالتحديد ربما إذا كنا بنذكرها هي في ولاية فنجة القريبة من المردم، وهي تبعد مسافة قصيرة جدا عن البرد. نعم، هو عموما مثل ما تحدث الأخ يعقوب أنه هو بالنسبة للأسباب هي انعدام التوعية لدى السائقين، هذا رقم واحد. نعم الطاقات الاستيعابية قليلة، لكن مثل ما قلنا في بعض المحطات وليس في كل المحطات، مثل ما قلنا أنه في خطط موجودة من قبل الوزارة جاري الآن توسعة بعض المحطات، يعني توجد توسعة لمحطة البريمي على سبيل المثال، توجد توسعة لمحطة النزوة. بالإضافة إلى ذلك طبيعة محطات الصرف الصحي لا تستقبل مياه الصرف الصناعي، خاصة مياه الصرف اللي هي خارجة من ورش ومغاسل السيارات. ويمكن هذا أيضا أحد الصعوبات والتحديات اللي تواجهها وزارة البلديات، بحيث أنه لابد من تخصيص مواقع لتفريغ هذه النوعية من المخلفات السائلة، طبعا بالتعاون مع الأخوان في وزارة البيئة. الآن تقوم وزارة البلديات بتأهيل بعض المحطات بحيث بتركيب أو بإنشاء وحدات لفصل الزيوت، بحيث أننا نستطيع أن نستقبل مياه الصرف الصناعي. الصورة اللي كانت بينا في التقرير الماء أسود نقدر نقول أنه محمل بالزيت، معناته أنه هو مياه صرف صناعي، فبالتالي ممكن أنه بعد عمليات التأهيل في بعض المحطات الصرف الصحي إن شاء الله راح يتم تفريغ
هذه المياه في محطات الصرف الصحي في كل محافظات السلطنة؟ مو في مش في كل المحافظات، نحن الآن نركز على المحافظات الكبيرة لأنه تعرف أنت يمكن المنشآت الصناعية تكون موجودة طيب أكثر من غيرها في المحافظات. مهندس خليفة، لو الولايات الكبيرة المحطة الواحدة للصرف الصحي نعم كم تستوعب؟ مثلا إذا كنا نتحدث عن ولاية بدبد مثلا محطة الصرف الصحي الموجودة في ولاية بدبد كم ناقلة تستوعب في اليوم؟ هي عموما محطة الصرف الصحي اللي موجودة في بدبد ساعتها الاستيعابية 120 متر مكعب حسب نحن مراجعتنا وحسب دائما الزيارات الميدانية. طبعا نحن نتابع دائما عدات التناكر اللي هي تصب، لأن آخر مرة زرتها كان 60 متر مكعب فقط 60 متر مكعب كان يصل للمحطة. يعني وتفتح من الساعة كم إلى الساعة كم؟ 24 على 24. نحن ما نسكر المحطات، نحن عملنا أنه يتم إدارة المحطات عن طريق الشركات بحيث أنه يتم فتح المحطات بصورة مستمرة طول اليوم. أقف أيضا مع الأستاذ أحمد عبر الهاتف. أستاذ أحمد، شاهدت معنا اللقطات الموجودة، إذن البيئة هنا تعتبر في خطر في هذه الحالة إذا كانت هذه المياه الناتجة من الصرف الصحي سواء كانت من المصانع مثل ما حللها المهندس خليفة وهي موجودة وممكن أنها تتداخل مع المياه الجوفية. نعم أخي يعقوب، نعم إحنا هذا ما يتم التعامل به حاليا نحن رافضينه كوزارة بيئة لأن في عندنا حالتين لابد نتعامل معها. في أنشطة موجودة ولابد من إيجاد حلول لها. الحلول القطعية أو الجذرية لهذا الجانب أن تقام محطات صرف صحي قادرة على استيعاب جميع هذه المخلفات بأنواعها. نعم. أو الجانب الآخر اللي هي إيجاد حلول مؤقتة مثل ما تفضل المهندس خليفة حاليا هو على الأقل في بعض المحطات ممكن أن يقام لها وفق خطة اللي وعدتها الوزارة والجهة المعنية لمسألة فصل الزيوت وعلى الأقل المعالجة الأولية لبعض هذه المخلفات. أنا أود أعرف فقط، أكيد أن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تتعاون معكم في هذا الجانب، هناك أيضا ربما جلسات قمتم بها في جانب البحث عن حلول، ما أعرف هل توصلتم إلى نتيجة معينة؟ هل النتيجة هذه أيضا أو الحلول التي تقوم بها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه هي مرضية لكم كوزارة بيئة وشؤون مناخية وقد تسهم في الحد من هذه المشكلة؟ نعم، هي الحلول كلها وفق إمكانيات. احنا لو جينا على الحلول الجذريه احنا مثل ما اسلف بان عدم رضا عن الجانب هذا. لا، عندنا اكثر موضوع. هل تصريف اللي هو اللي يقوموا اصحاب الصهاري هذه يتم تصريف المخلفات في مواقع غير محدده من قبل البلديه، وبالتالي في حال رفض مثل اي تجاوز من هذا الجانب الوزاره تقوم باتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الشخص اللي قام بعمل التصريف. الا ان في حالات معينه قد تكون الجهه المعنيه حددت هذا الجانب وهذا الموقع للتصريف او لاستقبال مثل هذه المخلفات. فبذلك الوقت من غير العادل بان الوزاره تتخذ اجراء حيال الشخص الذي قام بالتصريف في حين اصلا الجهه المعنيه في هذا الجانب حددت هذا الموقع. بالضبط بالضبط. نعم. طيب مهندس خالد، عندما نعود لشبكه مياه الصرف الصحي الموجودة في محافظة مسقط، ربما يتبادر إلى ذهن أي أحد ينظر إلى طريقة عمل الشركة وبالنظر إلى المواصفات الموجودة للأنابيب. عندما نتحدث عن الأنابيب الموجودة، ما أعرف المقاس الذي يوضع للأنابيب في الأحياء السكنية أو سواء خارج الأحياء السكنية، ما نشاهده خارج السلطنة وما نشاهده داخل السلطنة ربما الأحد يقارن ما بين هذه الحالتين، نجد أن الأنابيب يعني لا أعرف مواصفاتها مقاسها بالضبط كم المعمول بها، هل هي وفق المواصفات، هل هي أيضا تم تجربتها في بلدان أخرى؟ أود منك فقط توضح لنا هذه النقطة. طبعا الشبكة يتم تصميمها بأحدث الطرق، ونحن لدينا استشاريين عملوا في مختلف دول العالم، عندنا خبرات طويلة. الأنابيب تتكلم عن حجم الأنابيب، ربما هي صغيرة، حجم الأنابيب الموجودة أمام البيوت ممكن تكون نسبيا صغيرة اللي هي 160 مليمتر، والرئيسية تكون 200 إلى 400، لكن هناك الخطوط الرئيسية توصل إلى مترين. يعني الخطوط الرئيسية القائمة عندنا خط رئيسي من دوار الحمرية إلى العذيبة، عندنا محطة الضخ هناك، هذا الخط يبدأ من متر وينتهي إلى مترين. فهذه الخطوط الرئيسية اللي خطوط تجميع الخطوط الرئيسية. الخطوط الخارجة من المنازل أيوة ما نحتاج أنها تكون 500 مليمتر
أو تكون 400 مليمتر، تكون خطوط صغيرة 160، وهذا معمول بها عالميا. المواصفات هذه معمول بها عالميا، سواء في دول الخليج أو في أمريكا أو دول أوروبا، ونحن نتبع مواصفات عالمية. الانسياب الماء لما يكون في الخط، لما نعمل تصميم للخط، يكون الخط ممتلئ 50% فقط. لعلمك يعني يكون ممتلئ 50%. فحتى هذا الخط الذي تراه صغيرا يعني هذا يكون ممتلئ 50% لما نعمل تصميم لهذه الخطوط. طيب بعد إذنكم كذا مهندس خالد مهندس خليفة، نأخذ بعض المداخلات مع المتابعين والمشاهدين. مساء الخير. إذن نعود لاحقا ايضا لاخذ هذه الاتصالات. مهندس خالد، اذا مثل ما اوضحت لنا انه الانابيب معمول بها وفق تصاميم، وفق ايضا مواصفات عالميه. حتى الضخ او عمليه الضخ تتحمل هذه الانابيب الى كم تقريبا ممكن تصل تحملها؟ طبعا انابيب الصرف الصحي مثل ما انا ذكرت في بدايه الحديث لا تعمل بالمضخات، تعمل بالجاذبية الأرضية، وعشان كذا أنا ذكرت أنه التصميم يكون معقد وتوصل الأعماق في بعض الأحيان إلى 15 متر تحت سطح الأرض. فبالتالي طبعا مشكلة الحفر تكون مشكلة في بعض يعني طبيعة الجغرافي في مسقط، عندك السهل وعندك الجبل زين، وعندك السواحل بالضبط. فتختلف يعني، فالحفر داخل الجبل غير لما تحفر جنب البحر، وغير لما تحفر في السهول. فتخيل انه في بعض الاحيان نحن يعني نروح لعمق 7 الى 15 متر يعني الهام. طبعا مثل ما ذكرت هذه الانابيب غير مضغوطه. الانابيب المياه المعالجه ايوه تكون مضغوطه، لانه لما نرسل الماء او يوصل للمشترك نحن نضمن له ضغط معين اللي هو 2 بار. مثل انابيب المياه الشرب لازم الخزانات اللي موجوده فوق البيوت كلها تتعبى. طيب. فتكون مضغوطه، لكن انابيب الصرف الصحي كلها تنساب بالجاذبيه الارضيه. بعض الاحيان ايوه تكون مضغوطه لما يكون هناك في اختلاف في مستويات الارض، نضطر انه نعمل محطه ضخ او محطه رفع. فلما نعمل محطه ضخ ومحطه رفع نرفع مستوى المياه الصرف الصحي من مستوى الف الى مستوى باء، هذا الانبوب يكون انبوب ضخ. ايوه، وطبعا الضغط يتفاوت يعني يمكن يكون 7 بار، يمكن يكون 15 بار، يتفاوت يعني على حسب التصميم. طيب، متابعه التسريبات الناجمه عن بعض البنايات اللي موجوده في محافظه مسقط، من المسؤول عن متابعتها؟ انتم كشركه حياه ام المسؤول عنها؟ بلديه مسقط هي المسؤوله. اذا في تسرب من شبكات صرف الصحي تابعه لحياه للمياه نحن المسؤولين. وطبعا هنا انا اريد يعني ان اقف على هذه النقطه، لانه التوعيه مهمه جدا. يعني بعض الاحيان في عندنا شبكات تحت التشغيل ويصير فيها انسداد. كيف يحصل هذا الانسداد؟ هذه الشبكات مصممه لتصريف مياه الصرف الصحي، هذه الشبكات غير مصممه لرمي الفضلات، غير مصممه لرمي الاشياء الصلبه، غير مصممه لرمي الملابس. يعني بعض الاحيان نروح يكون في انسداد في شبكه، ويروح فريق العمليات يطلعوا ملابس من يطلعوا كراسي. طلعنا كرسي مره في وخط طبعا مترين كبير، طلعنا كرسي من داخل الشبكه. فطبعا التوعيه مهمه ولكن ربما عمليه رمي الكرسي هذا من احد المناهيل الموجوده. طبعا ايوه، فطبعا هذا نفس الشيء، ونفس الشيء رمي المخلفات ورمي الملابس في 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 الشبكه. فالشبكه الصرف الصحي الانسداد طبعا لا يحصل فيها كثيرا. لا يحصل فيها كثيرا الا اذا اسانا استخدامها. طيب. فيجب علينا، لان الدوله صرفت مئات الملايين الريالات على هذه الشبكه، فنحن كمواطنين وكمقيمين بالضبط في هذا الوطن يجب علينا الحفاظ على هذه الشبكه. ولكن الخزانات اللي موجوده داخل البيوت طبعا اذا صار فيها تسرب صاحب البيت طبعا هو المسؤول الاول والاخير، لكن الجهة البلدية طبعا هي اللي تقوم بالمخالفة، والحل هو الربط مع شبكة الصرف الصحي لحياة المياه. نعود للاتصالات. مساء الخير. مساء النور، يا اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا، من محمد؟ اي نعم، اهلا وسهلا الاخ يعقوب، كيف الحال؟ تفضل يا محمد. يا مرحبا وسهلا. طبعا نشكركم على البرنامج الطيب هذا، وزين نحن نناقش مثل هذا الموضوع يعني. تفضل. حقيقة يعني عندي انا بعض الملاحظات فقط.
بالنسبة لتعرف الحين البيوت صارت كبيرة وكذا. وما كلها مسقط فيها صرف صحي. وما تكمل شهر أحيانا وتترس يمكن أحيانا مرتين في هذا في الشهر. والأصحاب النقل هذا اللي نقلوا أصحاب الناقلات الشهري. نعم أصحاب الناقلات بدأ يا أخي مو اسمه يستغلوا في رفع الأسعار. يعني بيجيبوا يقول لك والله 15 ريال بعدين 16 ريال وصل 25 ريال ليش زين كذا؟ قالوا والله نحن بنجلس في هذا فترة أربع ساعات لحد ما نصب ونرجع مرة ثانية. فكنا زمان نشيل أكثر من أربع يعني تريبات أو أكثر والحين صار تريبين أو أحيانا تريب واحد أو كذا بحسب ما كلامهم هذا. أيوة. فنحن نطلب يعني الحين من الجهة المختصة سواء ما أعرف هذا اللي هم أصحابي الاختصاص هذا الجانب بالضبط يعني إنه يكون يعني في تنسيق فيما بينهم بحيث إنه حتى يعني بيكون عن طريق البلدية مثلا يعني المواطن يتصل بالبلدية والبلدية هي اللي تحدد يعني السيارة الفلانية روح المكان الفلاني أو كذا بالضبط. يعني تحت إشرافهم بالضبط. بحيث إنه ما يجلسوا يرفعوا الأسعار على كيفهم. في ناس أحيانا على في الشهر ثلاث مرات يعني حدود يمكن 75 ريال يعني في طيب الواحد شكرا يعني شكرا يا محمد على مداخلتك واضحة وشكرا على مداخلتك. اتصال آخر مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. من معانا؟ كيفك طيب؟ خالد معك الهدابي. تفضل يا خالد حياك الله. طيب يا خالد الله يا مرحبا وسهلا. أقول لك الشيخ أنا بس بغيت أتكلم عن هذا الحفر اللي عاملينها بالشوارع وعاملات يعني عاملات ربك وعاملات حوادث ومشاكل وكذا في محافظة مسقط. أنا ايه محافظة مسقط ولاية سيب بالتحديد. انا بغيت وعد من المهندس يعني متى بتحل هذه المشكلة لان الناس تعاني يعني الحين خمس سنوات ست سنوات وهذه المشكلة ما انحلت. يعني انت لو رحت منطقة شرادي اذا زرتها ما اعرفك يعقوب ولا لا يعني بتشوف العقب يمكن بتشوف بالضبط. العقب في هذاك الشارع يعني بالضبط. كيف رايح الشارع مدمر يمكن 90% 95% منه يعني متدمر الشارع بالضبط. ما في حل يعني الى متى الناس بتجلس تنتظر. واضح الصناعية جدا. عندك الصناعية نفس الطريقة بالاضافة الى هذا يعني هذا الحفر وهذا الاشياء اللي محطوطة على شكل دوار في وسط الشارع بالضبط. يعني في مناطق ما فيهن اضاءة بالضبط. فالانسان يعني لازم بينصدم فيهن يعني في النهار انت بتشوفهن لكن يعني في وقت الليل كيف يعني وش يعني بتنصدم فيهم بتنصدم اكيد. واضح يا خالد المشكله وهذا الشيء اللي اطلبه منكم. واضح يا خالد واضح. احسن مشكور جدا. احسن شكرا. محمد العلوي مساء الخير. مساء النور كيف الحال؟ اهلا وسهلا تفضل يا محمد. بس عندي مناقشه بخصوص تمديد المياه الصرف الصحي بخصوص قطع الشوارع. كان يعني احنا شفنا تمديد للمياه العذبة ما شفنا نفس النموذج اللي هو متخذ فيه بخصوص الصرف الصحي يعني فرق كبير جدا يعني. طبعا انا بمعاناتي كانت في الغبرة. أيوة. يعني بعض الاماكن فيها صرف صحي كانوا وقت انشاء المشروع كان قص الشوارع بحيث ان حتى ما في علامة ان يبين لك ان اساسا في قطع للشارع يعني بحيث ما في من ناحيه امنيه ككي سيفتي ما موجود اساسا يعني ما واضح. ممكن يعني ولا في ملاحظه من الجهات المعنيه. انا ما قال شفت استياره من المؤسسه نفسها واقفه للمشروع قص الشارع يعني هل بالضبط. ممكن انا اقطع طريق يعني اتوقع اقل حاجه اذا انا طحت في هذه الحفره بالضبط ولا يعني سياره مثلا شخص شاري سياره مكلفه عليه الاف المؤلفه يجيك صرف صحي. انا اكلمك بالضبط. صرفت على سيارتي كتصليحات ما روم اتكلم فيها والسبب الصرف الصحي حتى وصلت لدرجه اني ما اريد صرف صحي في الغبره والسبب ان الشركه جالسه شغاله صح ان الصرف الصحي الحين جيد بالنسبه لي بالضبط لكن وقت انشاء المشروع واضح يا خالد بالنسبه لي اتمنى اني ما يكون هذا الشيء. واضح يا خالد والصوره واضحه جدا. خلينا نترك ايضا المجال لمتصل اخر. مساء الخير خالد. نعم كيف الحال؟ يا مرحبا خالد تفضل خالد باختصار. حياك الله الله يبارك فيك اخي يعقوب. يعني بخصوص موضوع اللي هو صرف الصحي يعني الان انا ما اعرف احنا عندنا مشكله في سلطنه التخطيط. الان اللي صاير معنا في مناطق سكنيه جديده تنشف كل المحافظات
تطور عمراني كبير، توسع، لكن للأسف أننا لازلنا في نفس المشكلة ونفس الخطأ يتكرر. لو صار مشكلة صرف صحي أو تمديد لشبكات الصرف الصحي ستتكرر نفس المشكلة مرة ثانية. إذن التخطيط وين؟ يعني تخطيط المهندسين بارك الله فيهم للشوارع هذه وين التخطيط؟ هل ما عندنا احنا تخطيط؟ ما عندنا مهندسين أكفاء عشان تحدث مثل هذه الأخطاء مرة ثانية؟ بالضبط. الشيء الآخر، سؤالك لما كان للأخ من وزارة البيئة، هل تنسيق ما بينهم أو هل هذا الشيء يرضيهم؟ لو اجتمعت جميع الوزارات الخدمية المسؤولة عن هذه الأمور كلها وتجنبت المشاكل كامل في البداية، هل محتاج احنا بعدين نسألهم أو إن نقول لهم يرضيكم أنتم أو ما يرضيكم؟ واضح. إذا كان ما في اجتماع وتوافق لكلمة واحدة قبل لا بداية المشاريع الكامل، ستبقى المشكلة قائمة، لأن كل وزارة بتبقى يعني تمشي على خططها بنفسها، ودي الوزارة الثانية بتقول لا احنا هذا سبب لنا مشكلة وهذا سبب لنا مشكلة. واضح جدا. المفروض الاجتمااع في البداية وتحل جميع المشاكل وبعدين تطرح المشروع ويخرج المشروع. واضح المستمر. واضح يا خالد، وشاكرين لك مداخلتك هذه، وايضا سنطرحها على ضيوفنا. بالنسبة لمحافظة مسقط وعمليات الشفط التي تتم، مهندس خالد أنتم مسؤولين عنها في شركة حياة وتحديد الأسعار؟ هذه صهاريج؟ أيوة صهاريج، هذه خاصة، صهاريج خاصة، ولكن في عملية تحديد الأسعار مين يتدخل فيها؟ نحن لا نتدخل في تحديد. إذن أنتم هذه يتبع، ربما يتبع بلدية مسقط، ربما جهة أخرى، أو حماية المستهلك، ربما تقنين الأسعار، أنتم ما لكم دخل في تقنين الأسعار؟ لا نتدخل في الأسعار، بس هو عادة المتوسط تقريبا 20 ريال، 20 ريال عماني يعني، ولكن هي قابلة للزيادة مثل ما تفضل المتصل الأول، لأنها توصل 25 وأيضا قابلة للزيادة من بعض أصحاب الناقلات. طيب ربما تساءل أيضا عندما نمر في شارع مسقط السريع وبالتالي نمر على محطة الموجودة في غلا، نرى ازدحام شديد لهذه الصهاريج وهذه الناقلات، ما السبب في ذلك؟ صحيح، محطة الأنصب الموجودة في غلا، وطبعا اللي ذكرتها دائما هناك صهاريج الصرف الصحي نراها واقفة وطابور طويل إلى الشارع العام. طبعا هذه المحطة هي المحطة الوحيدة في محافظة مسقط التي تستوعب الصهاريج وتقوم الصهاريج بتفريغ حملتها فيه. الصهاريج دائما في ازدياد، وهي المحطة الرئيسية للشبكة، وهي المحطة الرئيسية تحت التشغيل. وعندنا الآن قبل شهر قمنا أو قبل شهرين قمنا بتشغيل محطة السيب اللي في المنومة، وإن شاء الله على نهاية السنة القادمة سوف نقوم أيضا بتشغيل محطة الجديدة في دار سيد. وكلهم بنفس الطاقات هذه المحطات الثلاث؟ لا، المحطة الأنصب 57,000 تقريبا متر مكعب في اليوم، وعندنا الآن مشروع لزيادة السعة إلى 125,000 متر مكعب في اليوم. المشروع الآن طور الإسناد إن شاء الله، فقبل نهاية السنة بنسد هذا المشروع. والسيب 60,000 متر مكعب، وعندنا أيضا السيب، يعني إحنا الحين شغلنا السيب، لكن عندنا الحين المرحلة الثانية من 60,000 إلى 80,000 متر مكعب في اليوم. دار سيد تقريبا 35,000 أو 36,000 متر مكعب في اليوم. عندنا الآن مشروع إن شاء الله بنطرح المناقصة قريبا خلال 6 أشهر، مشروع في المسفاة فقط للصهاريج للتناكر، فقط للصهاريج. فإن شاء الله فسيتم نقل هذه الصهاريج من الأنصب إلى منطقة المسفاة. واضح. المتصل خالد الهدابي ربما يتساءل ويود منكم وعد أيضا بتاريخ معين، أنكم متى ستعملون على حل المشاكل الموجودة سواء كانت كحفر أو ككتل إسمنتية على الشوارع؟ والله بالنسبة للشوارع احنا عندنا تنسيق كبير مع بلدية مسقط، ونشكر احنا القائمين في بلدية مسقط في تنسيق كبير بيننا وبين المديرية العامة للشؤون الفنية، وعندنا جداول زمنية من المقاولين. هو ذكر منطقة الشرادي، ما اعرف الشرادي انتهى العمل فيها ولا لا؟ العمل انتهى فيها، إذن مش الشوارع ما زالت، انتهينا من الرصف المؤقت ولا زال باقي الرصف الدائم. والمقاول طبعا مثل ما ذكرت المقاول يعمل. طيب الان هل المقاولين ماشيين معكم بوتيره مناسبه في 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 الفتره الزمنيه ولا في تاخير؟ في تاخير طبعا، في تاخير من المقاولين، وهذه احدى التحديات التي كنت اريد ان اذكرها. يعني في 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 نفس الشيء ضعف في اداء المقاولين. واحنا في 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 سلطنه عمان طبعا مشاريع الصرف الصحي مشاريع جديده 10 سنوات فقط بالضبط، والمقاولين محدودين
في سلطنة عمان الذين يعملون فيها. فحتى بالنسبة للمقاولين مشاريع الصرف الصحي مشاريع جديدة، ونفس الشيء بالنسبة للاستشاريين مشاريع جديدة بالنسبة لهم. مشروع الغبرة والعذبة مثل ما ذكر الأخ طبعا كان أول مشروع لحياة الأخ محايد مهد العلوية تقريبا، وتعلمنا منه الكثير. يعني صح أنه مشروع صارت فيه بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل الحمد لله تعلمنا منها وتفاديناها في العقود الجديدة. عن الأشياء التحذيرية هنا غير موجودة عند قطع الشوارع، حتى أنه تكلفت أو تكلف تصليح سيارته إلى والله الغبرة والعذبة احنا انتهينا منها من 2010 يعني ما في شيء الحين في الغبرة. بالنسبة لحفر إعادة الشوارع، إعادة الشوارع الآن مع بلدية مسقط في اتفاقية مع بلدية مسقط في الغبرة والعذيبة فقط، في الغبرة والعذيبة ومنطقة وادي عدي هذه الثلاث مناطق البلدية. هذه مسؤولة عنها إعادة البلدية. في تنسيق بين أيوة في اتفاقية بين حياة للمياه وبلدية. بقية المناطق لا، المقاولين حياة للمياه هم يعيدون الشوارع. طبعا طيب. بعود لك مهندس خالد، ربما انتقل للمهندس خليفة. مهندس خليفة، بالنسبة للقرى البعيدة والموجودة بعيد عن مراكز الولايات في المحافظة، يعني ايضا هناك من يعاني من مشكلة انه تتسرب الكثير من مياه الصرف الصحي، تصل للأفلاج، تصل للمياه الجوفية الموجودة. اعرف انه ربما عندكم فكرة كاملة عن هذا الموضوع، ولكن ما اعرف الحلول التي تبحث او تحاول وزارة البلديات الإقليم وموارد المياه على ايجادها في سبيل انه تحد من عملية تسربها إلى مياه الأفلاج. نعم، مثل ما سبق وذكرت وزارة البلديات تعمل خطط خمسية لإنشاء مشاريع الصرف الصحي بحيث أنها تغطي كافة الولايات الواقعة تحت إشرافها، من بينها القرى النائية مثل ما ذكرت. يعني نحن الآن قمنا أيضا بخدمة بعض القرى النائية مثل منطقة بلاد سيد في رستاق، منطقة جبلية الجبل الأخضر، في ثلاث محطات تشتغل بأحدث التقنيات المعمول بها نظام الأغشية. عندنا في منطقة مسفات العبريين أيضا الآن في طور التجهيز للعملية التشغيل. عندنا في نزوة في قرية الرحبة أيضا محطة. فعموما يعني القرى النائية أيضا نالت حظها ونصيبها من خدمات الصرف الصحي اللي تقدمها. ربما تكلمت أنا في سؤال في مناقشة الأخ خالد المسعيدي، عملية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أيضا أعتقد أن في تنسيق قائم بينكم، لكن هل التنسيق يعني أنتم كوزارة بلدية إقليم موارد المياه هل تعانوا من حاجة في التنسيق مع باقي الجهات الأخرى؟ هو عملية التنسيق، هذه المشكلة في التنسيق طبعا أي موجودة، يعني سواء معنا نحن مع الجهات الأخرى أو مع شركة حياة مع الجهات الأخرى، لكن نحاول نتفاداها بقدر الإمكان. يعني طيب مثل ما تفضل الأخ أحمد، يعني أنه هو في حلول مثلا على سبيل المثال لمكافحة التلوث الخارج من مغاسل السيارات أو بعض النشاطات، في حلول. من بين هذه الحلول أتوقع أنه هو إلزام أصحاب النشاطات هذه بعمل وحدات لفصل الزيوت. طيب كمعالجة أولية للمياه. أعود لمهندس أو الأستاذ أحمد موجود معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد، ربما أنت استمعت للمتصلين، ربما آخر المتصلين، وكان يتحدث عن التخطيط، وكان يتحدث عن وجوب أن كل الجهات الحكومية تجلس على طاولة واحدة وبالتالي نتفادى المشاكل اللي ممكن أن نقع فيها مستقبلا. لا أعلم أنتم كوزارة بيئة وشؤون المناخية ربما يعنيكم كثير هذا الموضوع بحيث أنه تسهل لكم عملية متابعة البيئة من نواحي مختلفة. نعم أخي أخو، بالنسبة للتخطيط لا شك فيه، يعني كوزارة بيئة والشؤون المناخية معنية بهذا الجانب، أن يعني في بعض الجوانب كتنفيذية إحنا كوزارة لسنا معنيين فيها. معنيين في جانب التشريعي والتخطيط في الأول. بالضبط. الموضوع الرئيسي في هذا الجانب كله يتعلق بالإمكانيات. لو ارتأت وزارة بأن على الجهات المعنية بأن تقيم محطات صرف صحي قادرة على استقبال جميع الصرف الصحي اللي في المنطقة السكنية والمخلفات الصرف الصحي من المناطق الصناعية لكان حلت كل هذه المشاكل، لكن هل للجهة المعنية القدرة بأنها تقوم بإجراء هذه المحطات بالطاقات الاستيعابية؟ إذن يبقى السؤال لوزارة البلديات أستاذ أحمد ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أنه هل هي قادرة على أن تتحمل أعباء توسعة هذه المحطات اللي موجودة الحالية؟ طبعا لو
استقر الحال على المحطات الحالية، معناته أنه ما زالت البيئة تعاني من مشاكل موجودة، وما زال تكدس هذه المياه القادمة من الصرف الصحي سنجدها أيضا في كل بقاع المحيط أو القريبة من محطات الصرف الصحي. أنتم ربما كوزارة بيئة وشؤون مناخية أدرى بهذا الجانب أيضا، إذا كانت المحطة هي بذات نفسها تتسرب منها هذه النفايات، معنى هذا الكلام أنه أيضا هناك مشكلة، أيضا معالجة المحطة، توسعة المحطة أكثر من مشكلة تواجهها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على اعتبار ذلك. نعم نعم، هذا الحاصل أخي يعقوب، وذكرت في جانب معين بأن هنالك تلوث صادر بالنسبة للأفلاك وقد يكون العيون المائية. احنا حقيقة بالنسبة كوزارة كما ذكرت بأن في لائحة عنيت بمواصفات خزانات الصرف الصحي، فحددت إحرامات معينة لبعد خزانات الصرف الصحي عن أقرب مصدر للمياه إن كانت آبار عامة أو آبار خاصة. وهل تطبق هذه الشروط؟ نعم، هل نعم تطبق نعم شروط واضحة في تشريع في قرار وزاري، ولكن من خلال مهندس أستاذ أحمد، من خلال متابعتكم الشروط اللي تضعوها هل تطبق على أرض الواقع ولا فيها تجاوزات؟ هنا الجهة حقيقة يعني الوزارة صدرت القرار وعلى الجهات المعنية التنفيذ، واضح. يعني مش الوزارة هي اللي تصدر موافقات لإباحات البناء ولا تشرف على خزانات الصرف الصحي، فإنما ممكن الموضوع للجهة المعنية بأن مسؤولية المتابعة في تنفيذ هذا القرار. طيب ربما ناخذ المهندس خليفة، إذا هل من تجاوزات تتم في القوانين والتشاريع التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالنسبة للمسافة المحددة من مياه الصرف الصحي أو تجمع مياه الصرف الصحي عن عيون الماء والأفلاج وما إلى ذلك؟ هو عموما يعني كقوانين وتشريعات وزارة البلديات مطبقة لهذه القوانين وكافة التشريعات. على سبيل المثال القرار الوزاري اللي ذكره الأخ أحمد اللي هو القرار 421/99 الخاص بإصدار لائحة خزانات التحليل الهوائي، أثناء عملية البناء طبعا يقوم المهندس الموجود في البلدية بمتابعة الخزان هل هو تم إنشاؤه على حسب المواصفات المطلوبة أم لا، بعده عن العيون، بعده عن مصادر المياه وكل هذه الأمور. إذن التسريبات من وين تصدر هذه اللي تهاجم عيون الماء؟ هو مثل ما خبرتك تصدر أحيانا تصير تجاوزات، تصير تجاوزات من قبل أصحاب المنازل نفسهم، يعني ممكن صاحب المنزل بعد ما مهندس البلدية يزور الموقع ويشوف الموقع ويشوف الخزان يجيب عامل ويكسر المانهول هذا اللي هو داخل البيت بحيث أنه هو يسرب المياه إلى باطن الأرض وما يدفع فلوس اللي هي نقل المياه وشفط المياه. أيوة. واضح جدا. طيب مهندس خالد، بالنسبة لمحافظة مسقط، ربما في فترة معينة انزعج كثير من الناس من مسألة الروائح الموجودة، يمرون في خط مسقط السريع في الرسيل أيضا، ما أعرف علاج ومعالجة الروائح هذه التي تصدر من محطات الصرف الصحي. طبعا مشكلة الروائح هذه مشكلة أزلية وكثير من الناس اشتكوا منها. ذكرت منطقة الرسيل، وطبعا منطقة الرسيل هذه محطة الصرف الصحي تابعة لمنطقة الرسيل، لا تتدخل فيها شركة لا تتدخل فيها شركة حياة، لكن الأنصب أيوة نعم هي تتدخل، هي طبعا المقر الرئيسي شركة حياة المياه. الروائح عادة تنبعث من المحطات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي تنبعث من محطات الرفع، من محطات الضخ، وايضا من الشبكات. وما لها علاج هذه؟ لا لها علاج، طبعا لها علاج. كيف يعني هي كيف تنتج رائحه؟ هي عباره عن ثاني غاز ثاني اكسيد الكبريتيت H2S بالضبط، اللي هو يتحلل البكتيريا تتحلل الموجوده في مياه الصرف الصحي وينتج هذا الغاز. الان طبعا بالنسبه للشبكه، تحدث الرائحه في الشبكه عندما يكون مسار الماء مياه الصرف الصحي لا يكون سلس، يكون في اضطرابات في مسار المياه، وبالتالي تتشكل الرائحه. لما يكون الماء في 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 الانبوب يمشي بطريقه سلسه، ينساب بطريقه سلسه، لا تتشكل رائحه. مثال على ذلك خزانات الصرف الصحي او نسميها البواليع، هذه اللي موجوده في البيوت، هذه الخزانات حتى اذا كان الغطاء الحديدي اذا كان مفتوح لا توجد هناك رائحه، بمجرد انه ياتي الصهريج ليسحب الماء تحدث هذه الرائحة على بعد كيلومتر. واضح. لماذا؟ لأنه يحدث هذا. بالنسبة للمحطات طبعا احنا في أثناء التصاميم
ناخذ هذه النقطه بعين الاعتبار بانه يعني نصمم الشبكه بحيث انه لا يحصل فيها اضطرابات في المياه. بالنسبه للمحطات طبعا احنا عندنا نركب مراوح الشفط في المحطات، وايضا عندنا المرشحات الحيويه، وعندنا المرشحات الكربونيه، وعندنا المواد الكيماويه، وهذا طبعا موجوده. بالنسبه للمحطه الانصبه، الكثير يتساءل الشارع مسقط السريع بالضبط. لما توصل لهناك تشم الريحه، هذه الرائحه كلها من الصهاريج، عندما تفرغ الصهاريج الواقفه المستهلكه، ايوه، عندما تفرغ مياه الصرف الصحي. طبعا لما تفرغ مياه الصرف الصحي يحدث اضطراب في مياه الصرف الصحي وتاتي الرائحه. وهذه المشكله ايضا ليس لها حل، الحل الوحيد هو بناء محطه في المسفى. واضح. وكما ذكرت ان شاء الله باختصار شديد، نعم. فقط اتحدث عن الخطوط المتكامله عندكم، ربما اعلنتم عليها في الخوير، منطقه الخوير او ما شابه. طبعا الخطوط المشاريع المتكامله الان باختصار، باختصار عندنا شبكه الصرف الصحي والمياه المعالجه والالياف البصريه في الغبره والعذيبه. متى يبدا العمل فيها هذه؟ هذه خلاص تحت التشغيل. تحت التشغيل. اي تحت التشغيل، هذه اللي الجاهزه يعني تحت التشغيل. عندنا نفس الشيء شبكات في الوطيه، وادي عدي، دار سيت، عين، حله السد، المعموره، الرميله، تحت التشغيل نفس الشيء. عندنا الخط الرئيسي من دوار الحمريه الى الغبره، وعندنا الخط الرئيسي من دوار برج الصحوه الى محطه الصرف الصحي بالسيب. عندنا شبكات الصرف الصحي في الموالح والحيل والمعبيله والخوض، كلها تحت التشغيل الان جداً. وطبعا عندنا شبكه الصرف الصحي في حل الغار. واضح. اذا حتى نختم الحلقه، نعم. مهندس خالد، ولكن باختصار شديد حتى نجمع ايضا ما ناقشناه في حلقه اليوم. اذا بالنسبه للكتل الاسمنتيه، بالنسبه لتقطيعات الشوارع، سيتم ايجاد حلول لها ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. نحن نعمل مع الجهات المختصه، خاصه الكتل الاسمنتيه هذه، والكتل الاسمنتيه نحن على نعمل مع الجهات المختصه، خاصه مع بلديه مسقط، في تنسيق كبير بيننا وبين المديريه العامه للشؤون الفنيه. وايضا هناك ايضا تجاوب كبير من المقاولين، وعندنا جداول زمنيه. جميل. عندنا جداول زمنيه هي اهم شيء، تتم في القريب العاجل. تتم في القريب العاجل. بالنسبه للبلديات مهندس خليفه، مثل ما وضحت ان البلديه تسعى لتوسعه المحطات الموجوده، نعم. الحاليه، نعم. وتعمل بكامل امكانياتها المتاحه لها حاليا. نعم. تبقى الامكانيات الماديه ربما هي عائق دائما امام الجهه المنفذه، نعم. في توسعه ما هو موجود من محطات للصرف الصحي. نعم. طبعا شاكرين لكم وجودكم معنا، المهندس خالد بن حسن اللواتي مدير اول المشاريع بشركه حياه للمياه، وايضا المهندس خليفه بن عبيد الهناي رئيس قسم التشغيل والصيانه بدائره الصرف الصحي بوزاره البلديات الاقليميه وموارد المياه، وايضا كل الشكر للاستاذ احمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئيه المساعد بوزاره البيئه والشؤون المناخيه الذي كان معنا عبر الهاتف، وكل التحيه وكل الشكر لكم متابعينا في حلقه اليوم من برنامج تحت الضوء. شكرا لكم، الى اللقاء.